معناها سي حمدي المدب والفلوس اللي عنده رب يزيد وهو ترج ومداخيله الاتوال لا بزوان باش تاخذ معناها واحد باش تعطيني باش تعطيها بينالتي الاسبيرونس لا بزوان باش انت تربحها عنده فلوس ومن خلي معناها تطوير ما عندهاش حق تعادل ما عندهاش حق تربح معناها مانيش لا نعمل في سياسه راح فيها حقيقه فما مسؤولين في جمعيات يلزمهم يحسموا الارواح عندكم الفلوس عندكم الواحد واش تحبوا وين تحبوا تاكلوا ومن بعد تستغربوا تاكلوا خمسه وسته وثمانيه سمينا قلت سمينا لي أذبان نوش خاطر 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 كشي العجيمي تاع سوسة سي ناصر نجيح متاع سفاقس توا في الكلوب ايه سفاقس بدا تتشكى من التحكيم فما سيوسف العلمي نسميهم لك الكل سفاقس بدا تتشكى من التحكيم تو يدي هذيك فما ما كل واحد واحد يحب يسرق بالواحد واحد يحب يبكي بالبكي يجيب كل واحد فيش قاعد يعمل انت كتجي كابيتان دي كيب متاع يقول يا اخي احنا معناش حق ناخذ بينالتي معناها شنو انا ندخل جواريتي اقسم بالله نقول لهم بينالتي نحيهم الفوتبول احسن في الفوتبول ما فماش بينالتي الوحيد اللي جاب بينالتي واللي البينالتي تقتل بالضبط معناها تجي واحد اربيتر في الوطنية يقول على بينالتي نتاع فادي بنشوق ماهيش بينالتي لازم يمشي عادي على روحه معناها السيد نحين مشى للتاكل بالعاني قال ما فماش لمسه في التاكل ولا وني فيها لمس وما قالش علي داز معناها اكتف في الظهر دفع واضح يا عيط يا قالك ما فماش يا اخي تكذب علينا ولا تحب تغلطونا تكذبوا على روحكم ولا شنو تحبوا تعملوا بوسنينا في دقيقتين في تاريخ تونس كرة القدم التونسية كل يا اخي واحد ما تنبه عليه سي عبد السلام اذا كان فما فوت راه يعطيه في دقيقتين ولا حتى في دقيقة راه لا لا فما فوت فما براق صفر حتى في الاوروب نجم ننبه عليك نجم واحد انت تحب تعطي اوراق التاكل نتاع هنيد اللي خرج فيه الصحراوي الولاد معناها معناها الى ميم با بي باش يكمل الماتش يمثل يعني